أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين شركة الأملاك وشركة العقود؟ شركة الأملاك الأملاك الموجودة التي تشترك بين جماعة اثنين فأكثر، إما بالإرث وإما بعملهم هم بنوها وأحسنوها، هذه شركة أملاك. مصانع مثلا، هذه شركة أملاك، المصانع المصانع اللي تنتج المشتركين فيها هذه شركة أملاك. أما العقود هم يعقدون الشركة، شركة مضاربة، شركة عنان، شركة وجوه، شركة أبدان، هم يعقدونها. بالأصل ما هي موجودة، لكن هم عقدوها وأنشأوها. نعم.